السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة اللي غتساعدكم على حرق الدهون بسرعة وفي وقت قصير. هذه الوصفة خاصكم تستعملوها وانتم كتابعوا واحد ريجيم او حمية. بالنسبة للمكونات اللي كنحتاجو في هذه الوصفة، كنحتاجو كأسين من الماء المغلى مقدار 250 مليلتر، ملعقة من القرفة، ملعقة من الزنجبيل، يمكن لكم تستعملوا الطري، انا استعملت هنا اليابس، ملعقة من الكمون وعصير ليمونتين، وضفت لهم نصف كأس من الماء البارد. من اكثر فوائد هذه الخلطة هي التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن. بالنسبة للقرفة والزنجبيل فهما يساعدان على حرق الدهون، ايضا يعالجان امراض الجهاز التنفسي ويساعدون على زيادة مناعة الجسم لاحتوائهم على مضادات للاكسدة. اما بالنسبة للكمون فهو يحتوي على مواد واحماض تخفف من الغازات وانتفاخ البطن، يساعد ايضا على حرق الدهون ويخفف من نسبة الكوليسترول في الدم ويسهل حركة الامعاء. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، غناخدو اولا الماء المغلى كما قلت لكم، فغتاخدو قنينة باش غادي تقادو في هذه الوصفة. غادي نضيفو له الماء المغلى، غنضيف له القرفة وغنضيف له زنجبيل وغنضيف له الكمون. غادي نخلطو هذا الكمون كما قلت لكم، يمكن لكم تستعملوه مطحون، الا ما استعملتوش مطحون غتصفيو الوصفة ملي تبغيو تشربوها. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم وغنضيف لهم هاد الكاس اللي فيه عصير ليمونتين مع نصف كاس من الماء البارد، وغادي نخلطوا هاد المكونات كما كتلاحظوا معايا. غادي نخليو هاد الخليط لواحد مده تقريبا 30 دقيقه حتى كيبرد هاد الماء اللي عندنا، وكنصفيو وكنبداو نشربوه قبل الوجبات. بالنسبه لهاد الوصفه فهي كناخذ كوب واحد من المشروب قبل الاكل بنص ساعه. يمكن لهذه الوصفه ان تنقص من وزنك من 5 كيلو الى 7 كيلو في الشهر، ولكن شريطه اتباع حميه غذائيه معه مناسبة لك. مثلا اكثر من اكل الخضروات خاصة الخضروات الخضراء، والانقاص من اكل الدهنيات واللحوم خاصة اللحوم الحمراء، تناول العشاء في وقت مبكر، ايضا ممارسة الرياضة. بالنسبة للناس اللي ممنوع عليهم بعض الرياضات فيمكن لهم فقط ممارسة المشي لنصف ساعة يوميا فقط. طعم المشروب مقبول ولذيذ، ولكن اذا احببت تحليته يمكنك اضافه ملعقه من السكر دايت خالي من الاسبرتام او ملعقه من العسل الحر او العسل الطبيعي. عند تجربتك للوصفة لأول مرة ننصحك بتناولها مرة واحدة في اليوم. إن لم تعاني من أي اضطراب في معدتك جربيها يوم آخر مرتين إلى أن تدركي أنه لا يوجد تعارض بينها وبين معدتك. بعدها يمكنك الاستمرار عليها، فربما معدتك لن تتقبل هذه الخلطة فيجب بالتأكيد التجربة أولا. أثبتت الدراسات أن هناك فئة من الناس لا يمكنهم تناول هذه الخلطة، وهم النساء الحوامل، وذلك لأنها تحرض الرحم وتزيد من الانقباضات التي تؤدي إلى الولادة المبكرة. أنصح أيضا النساء المرضعات بعدم استعمال هذه الوصفة.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة مثل القرحة، فهي من الخلطات الحارقة القوية على المعدة، ويصعب تحملها لقوة طعمها اللاذع. وأيضا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هبوط الضغط أو عدم انتظامه، فهي تؤثر بشكل سلبي في هؤلاء الأشخاص وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالدوار والتقيؤ والغثيان. أنصح جميع هاد الناس الذين يعانون من هذه المشاكل بعدم استعمال هذه الوصفة. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. بعد ما قدمت فيديو سابق عن وصفة خاصة بإنقاص الوزن، جوني بزاف ديال التعليقات. في هذه التعليقات طلبتوني بإحضار وصفة خاصة بإنقاص الكرش بالضغط، حيث أن بزاف من الناس كيعانيوا من هذا المشكل ديال الكرش. لذلك قررت اليوم نقدم لكم هذه الوصفة اللي المكونات ديالها بساطين بزاف. كنحتاجوا 6 أكواب من الماء، 6 الكيسان ديال الماء، كنحتاجو الملعقة من الزنجبيل، زنجبيل طري المحكوك، كنحتاجو إلى حبة خيار قطعوها إلى دوائر، نحتاج أيضا إلى حبة ليمون أو كما كنقولو له في المغرب الحامض مقطعة إلى دوائر، ونحتاج إلى القليل من أوراق النعناع. بطبيعة الحال نحتاج إلى نصف كأس من عصير الليمون. هذه المكونات جد بسيطة وسهلة، حتى طريقة هذه الوصفة فهي جد سهلة. كنحتاجو هاد القنينة، من الأفضل تكون هاد القنينة زجاجية، ويستحسن استعمال قنينة زجاجية وتكون نظيفة ومعقمة. نضع في هاد القنينة 6 أكواب من الماء، سنضيف هاد الملعقة من الزنجبيل الطري في الماء، نضيف أوراق النعناع، نضيف نصف كأس من عصير الليمون. الآن سأقوم بوضع أيضا قطع الخيار. كل هذه المكونات هي مكونات طبيعية وصحية، مثل الخيار مثلا، الليمون اللي يعطي إحساس بالشبع. نضع كل هذه المكونات في هذه القنينة، نقوم بالدفع هكذا لتهبيط المكونات للأسفل. بعدها نقوم بغلق هذه القنينة، كما قلت يجب أن تكون القنينة زجاجية ومعقمة ونظيفة. ونأخذ هذه المكونات على هذا الشكل كما تلاحظون هنا معي. بالنسبة لهذه المكونات، بالنسبة لهذه القنينة أو هذه المكونات اللي وجدنا في هذه الوصفة، غادي نوضعهم في الثلاجة أو المبرد لمدة ليلة كاملة. نحضر الوصفة اليوم ونوضعها في الثلاجة أو المبرد لمدة ليلة كاملة حتى تطلق المكونات في هذا الماء. عاد الغد كنبداو نشربوا هذا الماء، كنشربوه كل ما حسينا بالعطش، كل ما كان عندنا الإحساس بالعطش كنشربوا هذا الماء، خاصة قبل الوجبات. ينصح هذا اصلا شرب الماء اثناء الوجبات، دونك قبل الوجبات نشرب هذا الماء. بعد مده شهر ستلاحظون الفرق باتباع هذه الوصفه، وبطبيعه الحال بنقص الكميه الدهنيه والسكريات في الوجبات ديالكم. كنتمنى تتبعوا هذه الوصفه اللي هي مفيده جدا ومجربه من عده اشخاص، ان شاء الله غادي تفيدكم. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.